الحياة ومكونات الحياة كلها بيد الله. الإنسان مهما بلغ قدره في العلم والقدرة والشخصية، هذا الإنسان عاجز وضعيف أمام قدرة الله. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الإنسان قبل مليار من السنوات وبعد مليار من السنوات، هذا المثل منطبق عليه ودليل على ضعفه وعدم قدرته، ودليل على أن كل الأمور بيد الله. ولذا يجب أن يتمسك بالله، وأن يعمل في سبيل الله، وأن يخاف من الله، وأن يطلب من الله، مهما كان عالما وقادرا وشخصية وذا منصب وذا عشيرة